الكبدة المشوية. بفضل دايما في الكبدة المشوية الكبدة البتلو بصراحة. ليه؟ لأنها بتاخد تقليبتين على النار وشكرا. عندي كبدة بتلو، عندي مية بصل، ثوم مفروم، ملح وفلفل، كمون، زيت زيتون، خل أبيض، عصير ليمون، زعتر فريش، فحم، وعندي للزينة شوية من البقدونس. هنعمل ايه؟ ادي يا جماعة معلقة زيت الزيتون، وفي معلقة زيها على الجريل اهو، يبقى معلقة على الجريل ومعلقة ايه في التتبيلة. ادي عصير الليمون نصه بس، مية البصل كلها، نص الخل، يعني معلقة ومعلقة، معلقة في التتبيلة ومعلقة معايا برة، ثوم مفروم، كمون، زعتر فريش، ملح وفلفل. ملح، وادي الفلفل. تقليبة. نراجع احنا حطينا ايه؟ حطينا زيت زيتون، خل ابيض، ليمون، ملح وفلفل وكمون، ثوم مفروم، زعتر فريش. انزل بقى بالكبده هنا واسيبها بقى، يعني اسيبها شويه المفروض، وبعدين ارجع لها تاني. هنعتبر ان احنا سبناها طبعا كالعاده، يعني هناخد الكبده اللطيفه دي اللي احنا المفروض تبلناها ساعتين يعني، واقوم جايه على الجريل هنا. بسم الله. الله الله، ارجوكوا ارجوكوا، مش بعد كل اللي عملناه ده اقوم هاريه الكبده، اتنكد انا بقى قوي بقى. يعني ايه؟ ارجوكوا سيبوا النفس في الكبده. رائعه. هعمل ايه دلوقتي؟ هقوم جايبه قبل مرحله الاكل على طول، هقوم جايبه معلقه الليمون، معلقه الخل الابيض اللي احنا كنا سايبينهم من ايه؟ من التتبيله، عشان دول هما اللي انا اطفي بيهم الكبده. واقوم جايبه معايا هنا رشه فريش من الملح، رشه فريش من الفلفل الاسود، رشه فريش من الكمون، ورشه فريش من الزعتر الاخضر. واقول شكرا لكل الحاجات دي، واجي هنا اقوم واخده البقدونس اللي هقدم بيه، حطاه هنا كده، واخد الكبده دي. خلاص على فكره هنا بقى احنا كنا مولعين فحم، ان شاء الله ما نكونش اتاخرنا عليه قوي ويكون طفى ان شاء الله. هاخد الفحم ده واقوم منزله عليه. ما طفاش والله، احمدك يا رب. ساعات كده برضو ايه الامور بتظبط. هاخد دي بوله عاديه خالص فيها فويل وفيها فحمتين سريع الاشتعال وفيها نقطتين الزيت اللي احنا لسه حاطينهم، واقوم واخده الفويل بتاعي او اي غطا واقوم عامله كده، واقوم طافيه النار واسيبها 5 دقايق. كل طعم الكبده هيبقى عباره عن فحم، اكنها مشويه على الفحم بالظبط.